محاي تاهي سببتا لوغاقو يي ودان اي يوعودو اه عصبية دي هوريسو مالي لان وغاچري قلنا دي لسينچري سامين انتين ليك بيكو يالان دون تاهو قامي ياش معارض كا اتالابادان اي قاطي حكومة دا مدحوين موسى بيهي عبدي محاي تاهي سببتا كسو بيكتاي وقتiga كان ان لغا حدو الباب كا نقالها عصبية دا معارض كا اهي سو مالي لان كچري وربيحين تيناننا اي نكسو كوبي ناقود بداسي حكومه سومالي لان ايو هوغانكا كاي هاي مدحوين موسى بيهي عبدي ايا مركي اوغو هوريسه شيكتاي حسبيادا معارضكو اناي دستوركا جبيين تاسينا اي كينيسو ان اي وخا حقوق او شرعيه كولهين دولده وخنا اي حكومه او تهراعيسه هادلدي كاسو ييراي كواسي او اي كميدا هايين موسى بيهي عبدي او احمد حوينها سومالي لان ما قونسنين تاني ايا موغتين اي دولادو البابادا داقالاها كحيري سو وداني اي او عدوا احسبية دي هوري سومالي لان وغتشري انكا ستو اي وقت كان حادر كاد داوها ساريني هين حسبية كالي او عصبكو واسي او الرجين ايوين اي سومالي لان ديق عصبكو شبي دونان حكومة دا ايا قرشيه دو يهيين اي ورور سياسة دي ديا دا وقت كان حادر كا كتشرا قداها سومالي لان سيسي من ولمعا مشاكو واسي او احكوبيو طبان ورور سياسة دي ودان ايو عود ايا واح لغا راعي هادا لغا راعد او اي صدح يو طبانكي نوفمبر هودا امريين حكومة دا مدحوين موسى بيهي عبدي كواسي او اي حكومة دو شاكتين انا اي سيناب او افقين دستورك ايو شروع دا سومالي لان وقت كان حادر كا وانا سببتا كينتاي ان اي حقو دا كو ايان ما دام او اي خلافين دستورك كموريا دا سومالي لان سيدا اي حكومة دا سومالي لان شاكتين saameynta ay ku yeelan karto talaabadan ay qaaday xukuumadda uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay noqonaysaa inay la mid noqdaan urur siyaasadeedyada waqtigan haadirka ka jira Soomaaliland marka dhinaca dhaqaalaha la eegana nin waliba waxa uu isticmaali doonaa jeebkiisa maadaama uu ay ka jirtay gunadii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waqtiga ay xukuumadu cun qabtaynta saartay wadani iyo ucud iyo waxa isku soo beegmaya waqtigii liisankoodu dhacayay oo ah bisha fooday nagu soo haysay December tani oo ah talaabo soo gabagabeyn karta rajadooda ayaa waxa laga dhursugayaa ficilka ay kaga falciliyaan wadani iyo ucud oo ah mucaaradka Soomaaliland ee isbaahaysi gale ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg